مبارك اسم الرب إلى الأبد. خلينا نقرأ آيات في مزمور 18، مزمور 18 من عدد 1-6 و16-24. خلينا كل قراية بنقراها أو كل تنيمة بنرنمها النهاردة عايزين نعظم ونعلي إلهنا. بدعوك وادعو نفسي وادعو كل واحد النهاردة بيتفرج علينا وما يتفرجش علينا، لكن تعالى النهاردة اشترك في تعظيم وتسبيح الملك. عايزين نبص عليه وحده النهاردة، ما فيش غيره يكون في المشهد. ممكن نتكلم على مشاعر كتير ونقول ده السنة قربت تخلق، خلصت ما خلصتش، لكن النهاردة أنا هدي للرب. أمين أمين. تعالوا نقرأ. أحبك يا رب يا قوتي، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي وملجئي. أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي، اكتنفتني حبال الموت وسيول الهلاك أفزعتني، حبال الهاوية حاقت بي، أشراك الموت انتشبت بي. في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل أذني. عدد 16. أرسل من العلا فأخذني، نشلني من مياه كثيرة، أنقذني من عدوي القوي ومن مبغضي لأنهم أقوى مني. أصابوني في يوم بليتي وكان الرب سندي، أخرجني إلى الرحب، خلصني لأنه سر بي. يكافئني الرب حسب بري، حسب طهارة يدي يرد لي، لأني حفظت طرق الرب ولم أعصي إلهي، لأن جميع أحكامه أمامي وفرائده لم أبعدها عن نفسي، وأكون كاملا معه وأتحفظ من إثمي، فرد الرب لي كبري وكطهارة يدي أمام عيني. وإنت واقف كده ارفع عينك قدام الملك وإنت بتقول له حبك يا رب يا قوتي، يقول له بحبك يا رب فعلا من كل قلبي، جاي بقول لك بحبك يا رب يا قوتي، صخرتي وحصني ومنقذي. كم مرة كان الرب صخرة ليك، كم مرة كان الرب حصن ليك، كم مرة أنقذك الرب. تهالي لو عدنا نعد مش هنعرف نكفي، عشان كده وانت بتصلي قوله أشكرك بحبك، أشكرك بحبك، أشكرك بحبك. كم مرة رب في ضيقك دعوته وأنقذك وخلصك. هللويا هللويا. إلهنا عظيم، إلهنا قدير. النهاردة احنا بنقول يا رب مديونين ليك، بنشكرك، بنحبك، بنعليك. النهاردة اليوم بتاعك انت، مش هبص فيه على نفسي وأحوالي، لكن جاي أبص عليك، جاي أشبع بيك، جاي ألزز قلبك، جاي أتصالح معاك، جاي أحبك. مبارك اسمك، مبارك اسمك. أصابوني في يوم بليتي وكان الرب سندي. كم مرة عدو الخير حاول يوقعك في أشراكه، لكن الرب سندك سندك سندك. قل له بحبك بحبك. كل يوم في مراحم، كل يوم في أمانة، كل يوم في إحسان. مبارك اسمك، مبارك اسمك. بحبك بحبك لأنك أحسنت إلي، بحبك لأنك رفعت راسي، بحبك لأنك أنقذتني، بحبك لأنك عزيتني. أشكرك 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 أشكرك. هاللويا. تعال ادخل كده المحضر الملك وتقول له أما أنا فبكثرة رحمتك جاي على حساب مراحمك، على حساب أمانتك بتقدم بثقة النهاردة، ثقة البنين، واثق في حضورك وأمانتك. مبارك اسمك. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، بتقدم على حساب المراحم الغالية. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أسجد في هيكل قدسك، أسجد في هيكل قدسك، بخوفك
مالك المجد، أنت رئيس السلام، أنت شمس البر والشفاء في أجنحتك. قلوا أنت الملك، أنت مالك المجد، أنت رئيس السلام، أنت شمس البر والشفاء في أجنح يسوع ملك المال. يسوع مالك، قول اسم يسوع، هو الملك، هو العظيم، هو القدير، يسوع رئيس السلام. هللويا. يسوع شمس البر والشفاء نحب حضورك بنا يا يسوع، كم نحب حضورك إذ بنا يا يسوع، كم نحب حضورك إذ بنا يا يسوع، كم نحب حضورك إذ بنا يا يسوع. أنت رائع، أنت بارع جميل يا يسوع، كم نحب حضورك إذ بنا يا يسوع. أنت رائع، أنت رائع، أنت بارع جميل يا يسوع، كم نحب حضورك إذ بنا يا يسوع. بحضورك تجدد قوة لنا، بحضورك نعلن بهاء مجدك. مع بعض، بحضورك تجدد قوة لنا، بحضورك نعلن بهاء مجدك. مرة تانية، بحضورك تجدد كل قوة، تتجدد في حضور الملك. بحضورك نعلن بهاء مجد. مرة تانية، بحضور، بحضورك تجدد قوة لنا، بحضورك نعلن بهاء مجد. أنت رائع، أنت رائع، أنت بارع جميل يا يسوع، كم نحب حضورك إلينا يا. أنت رائع، أنت رائع، أنت بارع جميل يا يسوع، كم نحب حضورك إسمينا يا يسوع. حضورك تجدد قوة لنا، بحضورك نشبع من فيضك، بحضورك تجدد قوة لنا، بحضورك نشبع من تسبيبا. قلوا انت بارع، انت رائع، انت بارع جميل يا يسوع، كم نحب حضورك إذ بنا يا يسوع. أنت رائع، أنت رائع، أنت بارع جميل يا يسوع، كم نحب حضورك إذ بنا يا يسوع. قبل ما نقول القرار مرة تانية، ارفع ايدك وانت واقف كده، قول له أنت رائع يا رب، حلقك حلاوة وكلك مشتهيات. هاليلويا، هاليلويا. قل له كم نحب حضورك. لو انت بتحب حضور الملك ومشتاق للمسة جديدة، قل له انا بحب حضورك،
ومستني سكيب من السماء كده بالروح علي وعلى اخواتي قدامك يا رب، واحنا بيحلى لينا حضورك والقعده معاك يا رب. النهارده بنعلن حضورك يا الملك وسطينا، الملك في وسطنا، عظيم عظيم عظيم. يلا نعليه مع بعض النهارده، يلا نعلن حضوره، يلا نقول له انت بارع، انت رائع، ما اعظمك، ما امجدك. هللويا هللويا، فيك كل الكفايه سيدي. انت رائع انت رائع، ما اروعك ما اروعك، ما اجملك، ما احلاك لنفسي. انت رائع، انت بارع جميل يا يسوع، كم نحب حضورك اسمينا يا انت رائع. مع بعض، انت بارع جميل يا يسوع، كم نحب حضورك اسمينا، انت رائع انت رائع، انت بارع جميل يا يسوع، كم نحب حضورك اسمينا يا يسوع. اسبي قلوبنا في حضورك يا رب النهارده، اسبي قلوبنا ودينا النهارده يا رب، نتغير عن افكارنا وذاتنا يا رب النهارده، نخرج بره ذواتنا ونبص عليك بجمالك بروعتك باحسانك. كم من مره حفظتنا، كم من مره شددتنا، كم من مره مشيت معانا وسندتنا. مش كده؟ خلي يا رب النهارده عيوننا تقول لك يا رب شكرا ليك لانك عنتنا الى هذا اليوم، حفظت قلوبنا حتى لو عنايتك ومشيئتك كانت امور صعبه علينا، لكن نعلن انك صالح وامين إلى الأبد، أمانتك وصلاحك كل وقت. ما أبجدك، ما أروعك، ما أروعك إلهي. هاللويا هاللويا. تعالوا نكمل قراية في مزمور 18 من عدد 28 لعدد 38. تعالوا نقول الكلام دوت كده وإحنا بنقوله بالإيمان وبثقة، إن كل يوم يا رب هتضيق سراجي، هتشددني، هتديني أقفة أعدائي وهقتحم كل أعداء. مين عايز يتشجع النهاردة؟ مين عايز يكمل زي ما هو؟ لو انت عايز تشجع النهاردة وقف وارفع ايدك معايا وقول الكلمات دي، وممكن تقعد تاني. بس انا عايز النهاردة انا اشجع نفسي واشجعك ان الملك فوسطين عظيم. على قد ايمانك وثقتك هيوجد ليك الرب النهاردة، هيتنازل وانت بتعلي وتسبح اسمه. يلا بينا نقول من عدد 28، لانك انت تضيء سراجي، الرب الهي ينير ظلمتي، لاني بك اقتحمت جيشا وبالهي تصورت اسوارا. الله طريقه كامل، قول الرب نقي، ترس هو لجميع المحتمين به، لأنه من هو إله غير الرب؟ ومن هو صخرة سوى إلهنا؟ الإله الذي ينطقني بالقوة ويصير طريقي كاملا، الذي يجعل رجلي كالإيل وعلى مرتفعات يقيمني، الذي يعلم يدي القتال فتحن بزراعي قوس من نحاس، وتجعل لي ترس خلاصك، ويمينك تعضدني ولطفك يعظمني، توسع خطواتي تحتي فلم تتقلقل كعباي، أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم، أسحقهم فلا يستطيعون القيام، يسقطون تحت رجلي. هللويا 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 هللويا. كل أعدائنا يسقطون تحت أقدامنا، ورب يدينا نصرة النهاردة باسم يسوع باسم يسوع. أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم، ورب يدينا أراضي في حياتنا سلبها إبليس ترجع أضعاف، ومجد الرب يكون وسطينا ونرى آيات وعجاب. أمين أمين. تضيء سراجي تنير ظلمتي. هللويا، نفرح بك يا إلهنا، نفتخر بك، أنت عزنا. منطقني بالقوة، رب بمنطقك بالقوة، وتكمل معي المسيرة بمجد. هللويا. تضيء سراجي تنير ظلمتي فلا تتقلق القدماء، تمنطقني تمنطقني قوتي فيصير طريقي كاملا. تضيء سراجي تنير ظلمتي فلا تتقلق القدمات، تمنطقني بالقوة فيصير طريقي. نفرح بك نفرح بك يا إلهنا،
نفتخر بك أنت عزنا نفرح بك يا إلهنا نفتخر بك أنت عزنا إله أمانة لا ترى فيه صديق وعدل أنت الصخر الكامل صالح إله أمانة إله أمانة لا نور فيه صديق وعادل أنت الصخر الكامل صارم مرة تانية قول إله أمانة وانت بترفع ايدك أمام إله أمانة لا نور فيه صديق وعادل الصخر الكامل صانع أنت الرب إله أمانة إلى الأبد إله أمان رب حافظ الأمانة إلى الأبد صديق وعد هو الصخر الكامل أنت الصخر الكامل صانع أنت الرب المبكر أفرح بك مثلنا شعب منصور بك أنت الرب قوتنا تسحق أعدانا تحت أرجلنا وينتصب اهتف للملك من مثلنا مثلنا شعب منصور بك أنت الرب قوتنا نفرح بك يا إلهنا نفتخر بك أنت عزنا نفرح بك يا إلهنا نفتخر بك أنت عزنا ترفع أرتاك أبواب دهريات يدخل مالك المجد بها من هو هذا مالك المجد رب قدير جبار في الكتير ترفع أرتاك أبواب يدخل الملك يدخل مالك المجد بها من هو هذا رب قدير جبار في القتال أنت قدوس أنت مهوب مجدك يملأ الأرض إله عظيم إله جبار مالك ملوك كل الأرض أنت قدوس أنت مهوب مجدك يملأ الأرض إله عظيم إله جبار مالك ملوك كل الأرض تجعل في البحر طريقا لشعبك في المياه القوية مسلكات تجعل في القفر مفاجر مياه شعبك يحدث بتسبيحك تجعل في البحر طريقا هللويا في المياه القوية مسلكات تجعل القفر مفاجر مياه شعبك يحدث بتسبيحك أنت قدوس أنت مهوب مجدك يملأ إله عظيم هللويا إله جبار مالك ملوك كل أنت قدوس أنت قدوس عظيم إله جبار مالك ملوك كل الأرض
مالك ملوك كل الأرض، أنت مالك ملوك كل الأرض، نسبح نهتف نعطيك المجد ولتمتلئ من تسبيح، وكل لا يسقط وعد لا يسقط وعد حتما سيأتي ونرى، نسبح نعطي المجد الملك المجد ولتمتلئ من تسبيح، لا يسقط حتما سيأتي ونرى المجد، نضع الكل في وقته حسنا مجدا للسنين، هو يدعو من العالمين أشياء نحن نثق فيه، نسبح نهتف نعطيه المجد تانية. العدد بيقول عندما يعد هو يفي، لا يغزى من آمن به. عمرك اتخزيت ان رب وعدك وعد وكان منه ومصدق فيه وخزاك؟ الا لو انت كنت مصدق في حاجة هو ما قالهاش، لكن لما بيوعد بيوفي، هو الامين لا يغزى منتظروه الى الابد. امين. يلا نقوله مرة تانية بايمان ويطلع كده من جوه، فيبقى تسبيحة بتلزز قلب الرب وانت بتصف بتقول انا مصدق فيك، بامن فيك، انت امين يا رب، لا يغزى منتظرك. عندما يعد هو يفي، لا يغزى من امن به، فما قاله لنا يكفي كي دوما نرتفع به، نسبح نهتف نعطيه المجد والكرم، لا يسقط وعد حتما سيأتي ونرى المجد. هللويا. مكتوب كده في عدد 46،
من مزمور 18 اللي قريناه، حي هو الرب ومبارك صخرتي ومرتفع إله خلاصي، الإله المنتقم لي والذي يخدع الشعوب تحتي، منجية من أعدائي، رفيعي أيضا فوق القائمين علي، من الرجل الظالم تنقذني. لذلك أحمدك يا رب في الأمم وأرنم لإسمك، برج خلاص ملكي والصانع رحمة لمسيح لداود ونسله إلى الأبد. هللويا. حي هو رب إلهي، يديني نصرة، يديني بركة، يديني معونة. أمين أمين. يلا نحيي يسوع الملك، يلا نسقف بإيدينا، يلا نديله كل كرامة، كل مجد وكل تسبيح. هللويا. يلا نحيي يسوع الملك. يلا نحيي يسوع الملك، نسقف بإيدينا، نفرح قلوبنا دايما، السيد حوالينا، صاحب الإيد القديرة، مهما كانت الريح شديدة، صاحب الإيد القديرة، مهما كانت، صدق إنه هيهدي الريح، هيهدي الموج العالي ويرسي سيد. يلا نحيي يسوع الملك، يلا نحيي يسوع حوالي. هو عزي، هو عزي وهو خيري، هو في الدنيا نصيري، هو عزي وهو خيري، هو في الدنيا نصيري، ومدام هو معانا محدش عالي. كل كرامة للملك. هللويا. بيدينا نفرح قلوبنا دايما، السيد حوالينا، ايه يعني ألم وضيق هيقفلونا في الطريق، ايه يعني ألم وضيق هيقفلونا، ما هو أعظم صديق. هللويا. ما هو أعظم صديق وعينه. يلا نحيي يسوع الملك، يلا نحيي يسوع الملك، سأحب بينا وفرح قلوبنا دايما، سيد حوالي يسوع الملك، سأحب بينا تفرح قلوبنا دايما، السيد حوالينا. هللويا هللويا هللويا. اسمك عالي ومرتفع سيدي، كل الإكرام لأنك منجية من أعدائي وتسحق كل القائمين عليا. أشكرك لأنك تقودنا من نصرة لنصرة ومن مجد المجد، ويعظم انتصارنا بيك سيدي. أشكرك لأنك أعظم صديق وعينك على شعبك، وهتقود شعبك من نصرة لنصرة ومن مجد المجد. يا رب مش نخاف من الأيام ولا نخاف من الظروف، لكن أنت الصديق الألزق من الأخ الذي معنا كل الأيام إلى انقضاء الله. مبارك اسمك إلى الأبد. أمين 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 أمين.
يا دوب بتنور كلمتين من كل صدر. على كده افضل. شكرا للمحبوب اللي ساعدني بيها عشان لما يقطعوا ما يدفعوش الكهرباء ويقطعوا النور اقدر برضه اشوف. كل سنه وانتم طيبين. صلاتي بايام البركه وايضا صلاتي القلبيه حقيقي في الاوقات اللي احنا فيها احباء كتير كانوا قريبين جدا مننا نعرفهم معرفه وثيقه ذهبوا الى المجد بطريقه مختلفه اخرهم القسيس رؤوف الحقيقه اللي يعز علينا فراقه وقبليها القسيس عماد وقبليها القسيس ميشيل بطرسة الحقيقه اعزاء كثيرين مش عارف ربنا مستخسرهم في الارض ولا ايه لكن على اي حال زي ما كان محبي بيقول احنا ارتباطنا وفرحنا وسلامنا ليس من الامور الارضيه لكن من الرجاء الذي ترسخ في قلوبنا بشخص المسيح يسوع الذي صار لنا هو كل شيء في الحياه وفي الموت وفيما بعد الموت. الحقيقه وانا بفكر في الميلاد وبحاول اشوف يعني مداخل مختلفة عن ما تعودنا أن نسمعه من تكرار لقصة الميلاد والملائكة والتسبيحات والشخصيات. حبيت أدخل في أعماق هذا الفكر فالحقيقة فتح ذهني قراءات وواحد من الذين أحب أن أقرأ لهم وكثير من الكتب والآيبادز والحاجات اللي بسمعها له حقيقة مليئة بالدسم الروحي وبركات كثيرة في حديث هذا الرجل الدكتور الشهير تيموثي كيلر اللي له كتابات كثيرة وله تسجيلات كثيرة وأتعلم منه وسأعيش أتعلم في حياتي بالجلوس عند أقدام الرب وبالتعلم مما تكلم إليهم الرب بالروح القدس فنعيش تلاميذ حتى اليوم الذي ننتقل فيه من هذه الأرض سنظل تلاميذ نتعلم كل يوم من كلمة الله. موضوع النهاردة اللي هتكلم فيه في الدقائق القادمة هو يتعلق بعقيدة أو لاهوت الميلاد تاريخية الميلاد وأهمية الميلاد. والحقيقة دايما لما بنتكلم عن الميلاد بيجي في ذهننا إنجيل متى وإنجيل لوقا ومش بنركز كتير قوي على إنجيل يوحنا رغم أن يوحنا أخذ يتحدث عن الميلاد من بعد آخر يختلف عما تحدث فيه متى ولوقا يأخذنا إلى بعد جديد وهو بعد المسيح هو ابن الله المسيح هو صورة الله غير المنظور المسيح هو الله الذي ظهر لنا في صورة إنسان. عشان كده تركيز الميلاد في هذه الليلة مع حضراتكم هيكون من القديس يوحنا وما ذكره في كتاباته وفي رسائله. عشان كده سأقرأ شاهدين أو أقرأ يعني ثلاث أو أربع أعداد من الرسالة الأولى ليوحنا الرسول رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح واحد الذي كان من البدء الذي سمعناه ده حد شهود عيان بقى شهود بحقيقي الذي سمعناه الذي رأيناه ده واحد بيوصف الذي شاهدناه ولمسته أيدينا ده مش بيتكلم بقى على أسطورة بيتكلم على شخصية حقيقية لها تاريخيتها ويتحدث عن لما بنتكلم عن الميلاد عن لاهوت التجسد بيتكلم على
إذا جاز التعبير إنجيل الميلاد، البشرى السارة بميلاد يسوع المسيح، واللاهوت اللي فيها اللي مرات كتيرة بنصغره ونحجمه على قد فكر الأولاد والقصص اللي بنحكيها، لكن الموضوع أكبر من كده بكتير. الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه، شوف عمال يقولها كم مرة، الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا ليكون فرحكم كاملا. يا رب، إذ نقف أمام الكلمة الحية الباقية إلى الأبد، اللي السماء والأرض يزولان لكن حرف أو نقطة من المكتوب لا تسقط. عشان كده بنعلن متكلم وسامعين حاجتنا الماسة والشديدة لكي تتكلم إلى قلوبنا بروحك القدوس. يا رب اهمس في أعماقنا بكلمات الحياة اللي تفتح قدامنا حقيقة الميلاد، فلا تعود مجرد قصة طفل مولود من عذراء جاءت ملائكة ورنمت له، وجاء مجوس من المشرق وقدموا له هدايا فقط، ويتوقف الأمر عند الاحتفال والهيصة بتاعت الميلاد. لكن خدنا إلى أعماق وأغوار جديدة لا يستطيع أن يفعلها أو يأخذنا إليها إلا أنت أيها الرب الروح، روح الله القدوس. نسلم لك أنفسنا وننتظرك أن تكلمنا لكي يتمجد المسيح في كل ما نفعل. لك أيها الآب والابن والروح القدس الإله الواحد كل السجود الآن وإلى الأبد. آمين. عايز أتكلم أولا عن لاهوت الميلاد. يعني إيه لاهوت الميلاد؟ هو الميلاد ده عقيدة؟ هو الميلاد ده فيه لاهوت؟ بكل تأكيد، بالعكس، ده احنا مرات كتيرة بنهرب منه وبنتكلم على مزود وبيبي وبابا نويل وهدايا وكحك وتهاني وشجرة كريسماس وحاجات ملهاش علاقة، أغلبها مش كلها يعني، أغلبها ملوش علاقة بحقيقة ما نقف أمامه من معجزة فعلا قسمت وغيرت التاريخ البشري تغييرا جذريا لن يعود لما كان عليه بسبب ما فعله المسيح وبسبب مجيئه. كل ما نتكلم عن الميلاد نتذكر إنجيل متى الذي يتحدث عن المسيح المسيا الملك، يتكلم على سلالته ومن كيف جاء وكيف أنه ابن داود، ويبتدي يتكلم على تفاصيل ظهوره والمجوس وتحقيق بعض النبوات الكثيرة من العهد القديم. والغريب إن متى، لأنه يهودي وكلمة متى اللي هو اسمه كمان لاوي، لكن كلمة متى تعني هبة الله، هذا الرجل الذي تغيرت حياته ونظف المسيح التاريخ بتاعه له كل المجد لما تقابل معه وحوله إلى واحد من تلاميذه اللي كتبوا هذا الإنجيل المبارك اللي فيه بيكلم اليهود وبيقول لهم الملك اللي انتم مستنيينه جه، وجه من نسل داود اللي انتم كنتم منتظرينه ومتوقعينه. ومقتطفات إنجيل متى تصل إلى 53 مقتطف بالحرف من العهد القديم.
يثبت به أن المسيح الذي جاء هو المسيح الملك. ويوجد بإنجيل متى 130 إشارة أو تشبيه من العهد القديم. والعجيب أن إنجيل متى نص الإنجيل، نص لو عدت حروفه كلها كلماته تلاقي 50% منها هي أقوال المسيح المباشرة. إذن هذا الرجل يقدم المسيح الملك لليهود اللي كانوا منتظرين ملك يأتي ويخلصهم، واتكلم على كل أو كثير من نبوات العهد القديم التي تتحقق في هذا المولود الجديد الذي دعا اسمه عمانوئيل، واستشهد بأشعيا، رغم أن أكثر واحد استشهد بأشعيا هو يوحنا مش متى. لكن أيضا نرى في متى سبعة، في أشعيا 7:14 هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، وبنلاقي أيضا في أشعيا 9:6 ويدعى اسمه مشيرا عجيبا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. كله مقتطفات، يوجد ما لا يقل عن 11 موضوع تحدث عنهم أشعيا وأشار إليهم أيضا يوحنا. الاثنين اتكلموا على مواضيع، اتكلم عن الراعي، اتكلم عن المياه، اتكلم عن الاهتمام بالقطيع، اتكلم على السلام، اتكلم عن الخلاص، اتكلم على حاجات كتيرة خالص كل من يوحنا ومن أشعياء. فإحنا بدأنا نربط أن كل ما يتحدث عن ميلاد المسيح هو موجود في إنجيل متى، وربما أيضا في إنجيل لوقا. إنجيل لوقا اللي كتب لليونانيين، وهو الأممي الوحيد الذي كتب في الأربعة أناجيل. لوقا كان أممي طبيب، هذا الطبيب الذي كتب ما يسمى بمجلدين، المجلد الأول هو إنجيل لوقا والمجلد الثاني هو سفر أعمال الرسل. ده المجلد الثاني اللي سرد فيهم كل هذه الأحداث. والغريب أيضا أن في إنجيل لوقا ذكر أقوال المسيح 50%، يعني كل 10 أعداد 5 منهم قالها المسيح. آسف أنا غلطت في متى. متى 60% مش 50%، متى 60% من المكتوب، يعني كل 10 أعداد 6 منهم قالهم المسيح. لوقا كل 10 أعداد 5، 50%، ويوحنا 50%، كلهم استشهدوا بكلمات الرب يسوع المسيح. وتحدث عن المسيح ابن الإنسان الذي جاء لا ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وهذا الإنجيل، إنجيل لوقا، نجد أن لوقا يسرد كل الأمور اللي شافها ويذكر عدد كبير لا بأس به من الشخصيات الكثيرة في إنجيل لوقا، ما لا يقل عن 10 شخصيات، من زكريا للمطوبة مريم لحنة بنت فنوئيل لإليصابات، ذاكر 10 شخصيات سمعان الشيخ، كل هذا مذكور في إنجيل لوقا. ونرى أيضا في إنجيل لوقا بخصوص الميلاد 5 تسبيحات، تسبيحة القديسة مريم، نرى تسبيحة زكريا، نرى تسبيحة سمعان الشيخ، نرى تسبيحة الملائكة، ونرى تسبيحة حنة بنت فنوئيل. 5 تسبيحات موجودة في هذا الإنجيل، إنجيل غني وهو يتحدث عن المسيح. وبنشوف في إنجيل متى صح 4 وإنجيل لوقا صح 4 أيضا حدثين مشابهين، وهو تجربة المسيح على الجبل. لكن لما ننقل لإنجيل يوحنا لا نجد يتكلم إلى اليهود، ولا نجد يتكلم فقط إلى الأمم، لكننا نراه يتكلم إلى كل من هو غير يهودي وغير أممي الذي آمن بالمسيح. بدأ يكلم مجموعة تاني من الناس، وهو لا يتحدث عن المسيح الملك ولا يتحدث عن ابن الإنسان، لكنه يتحدث، قولوا معايا، عن ابن إيه؟ الله. وبالإجماع تيموثاوس 3:16 عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. الحقيقة بيطلع ناس تتفلسف فلسفات غريبة،
جلست أستمع إلى شخص من خلفية غير مسيحية بيعتبر نفسه أنه واحد من مقدمين البرامج السياسية، ولقيته عمال يفتي وعمال يقترح وعمال يقول كلام غريب جدا عن تجسد المسيح ومجيئه. واخواننا المسيحيين بيقولك انه يسوع المسيح هذا الذي جاء من عذراء، وبيقولوا عليه ربنا. يعني احنا ما بنقولش ان ربنا اتولد والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هو يا عم احنا قلنا ان اللي اتولد ده كان الله، انت جرالكوا ايه؟ وبعدين في سياق حديثه يقولك كلام غريب جدا. يقول سألت واحد صاحبي مسيحي، أسأله عن من هو المسيح، فأجبني على بعض الأمور وبعض الأمور الأخرى. قال لي أنا مش متخصص، ما أعرفش. يعني أنت عامل نفسك مفتي الديار اللي بتتكلم عن من هو المسيح المتجسد وعن معنى عيد الميلاد وحقيقة من نسجد له، وكل معلوماتك واخدها من واحد صاحبك مسيحي مش عارف إيمانياته؟ يا أخي عيب عليك، تطلع وطلع على قناة من القنوات الشهيرة، لا أذكر اسمه ولا أذكر اسم القناة، أنا مش عايز أشهرهم يعني ولا حاجة. لكن تعجبت يا أخي، لما أنت عايز تعرف الحقيقة اقرأ، راجع، هات الأصول، اعرف بتتكلم عن إيه، اعرف الناس دي بغض النظر أنت تؤمن أو لا تؤمن بيؤمنوا بإيه. لكن تبتدي تاخد معلومات نقلا عن ناس لا تعرف حتى حقيقة عقيدتها الإيمانية، شيء الحقيقة مخزي. لكن على أي حال، نرى أن في حقيقة الميلاد التي يصورها ويجسمها لنا القديس يوحنا، يتحدث عن المسيح يسوع ابن الله، صورة الله غير المنظور، الابن الحبيب الموجود قبل الوجود. ففي متى بيبتدي بالسلالة، فلان ولد فلان ولد فلان، وفي لوقا يتحدث عن شخصيات كثيرة وكيف ولد المسيح وحياته وهو بعد صبي صغير، طفل وبعدين صبي وبعدين خروج الخدمة وكل الحاجات دي، وبيتكلم على يوحنا المعمدان الذي جاء يعد الطريق. لكن يوحنا ياخدنا من بداية مختلفة، يقول ايه بقى؟ ها قولوا معايا، في البدء. ده بيتكلم على بداية النسل، لكن يوحنا ياخذنا الى بعد اخر، في البدء كان الكلمة، والكلمة والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، به كان كل شيء. اللي بتكلم عليه ده خالق الوجود، الموجود قبل الوجود. به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء من مكان. يعني من غيره لا وجود لهذا الكرة الأرضية والعالم والمخلوقات وكل ما عليه. هو إيه ربنا؟ بالضبط ده اللي عايز يقوله لك. زي ما في سفر التكوين بدأ في البدء خلق الله، هنا في البدء كان. وخلي بالك مش كانت، لأن في ناس بيترجموها كانت في بعض النسخ الغير قانونية أو غير شريفة، سميها زي ما تسميها، زي المعنى الصحيح على المعنى الصحيح. ففي البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله. هو بيتكلم على ايه؟ على الكلمة، زي ما بيترجمها البعض يقول لك ما ده بالظبط يعني زي ما هو موجود، روح كلمة الله وروح منه. لا يا حبيبي، موضوع مختلف، ما تلزقش في بعضه. احنا مش بنتكلم على كلمة مكتوبة مقدسة لانها خرجت من فم الله فهي مقدسة ومحدودة ولها احترامها. لا، احنا مش بنقول كده. خلي بالك من اللعب. احنا بنقولش ان دي كلمة ربنا المنطوقة اللي خرجت من فمه، لذلك هي كلمة ازلية لانها خارجة من فم الله، لكن هي كلمة
لا أكثر ولا أقل من ذلك، ما بنقولش كده، لكن احنا نقول أنها هي عقل الله وفكر الله المتجسد. هي الكلمة دي مش الكلمة المنطوقة المكتوبة، لكن نتحدث عن شخص. الكلمة صار جسدا، ده اللي بنتكلم عليه. فإحنا مش بنعمل عملية يعني بنساوم في اللاهوت المتعلق بالابن، إحنا مش بنساوم في الموضوع ده. عشان كده بص تلاقي واحد بكل أمانة وبكل إخلاص عنده صديق بيحبه بيعزه وعايز يكلمه عن المسيح حتى يقدم له الحياة الأبدية، فيقول له الموضوع إن يسوع بيحبك وموضوع كذا وكذا ويكلمه. فالتاني يقول له يا عمي أنت ده معتقدك وده فقهك وده لاهوتك وده إيمانك، لكن أنا ما تقوليش إن ربنا بتاعك ده حاجة يعني حقيقة مطلقة إحنا ما لناش دعوة بيها، لأن مفيش أنا لا أؤمن بحقائق مطلقة. مين قال كده؟ أهم حاجة في الدنيا إن أنت تعيش ترضي ربنا بضميرك وتعامل الناس معاملة كويسة وتحب الجميع. ويا سيدي أنا واحد من اللي بيحبوا السيد المسيح، أقول لك كمان أكتر من كده، نحاول نعيش تعليمه. إيه رأيك في الشخص اللي يقول كده؟ حاجة بعض الناس يسقفوا تسقيف من هنا للصبح، كلام جميل جدا. لكن هل هذا ما نقبله ونساوم فيه؟ هو في واقع الأمر بيقول إيه؟ بيقول لك أنت بس تعيش كويس، يعني أنت عندك المقدرة أنك تعيش كويس وتبقى بتحب الناس. نمرة اتنين، تعمل الأعمال الخيرة وتساعد الغلابة والمساكين والحاجات دي كلها. إذن هنا يتحدث عن شيء آخر. بيتحدث عن إيه؟ بيتحدث عن الخلاص بالأعمال أو التبرير بالأعمال. ربنا يشوف أعمالك الحسنة دي يقولك لا خلاص أنت مش هتروح جهنم. الشيء الثالث بينكر فائدة وأهمية تجسد الابن وتقديم ذاته على الصليب. يبقى المسيح إن كان هناك بر بالناموس، مش ده اللي بيقوله غلطية، فالمسيح مات إيه؟ بلا سبب. شوف احنا رحنا منين لفين في هذه العبارة. ويختمه لك بالعبارة، الكلام ده الواقع الحقيقي اللي بتكلم فيه، مش من داخل الكنائس، من داخل العالم الذي نعيش فيه بحقائق يومية. ده الكلام اللي بيحصل. ده كده خلاص. طب ده يعني انت تقدر تعيش الحياة اللي الله بيتطلبها؟ طب ونودي فين ان الجميع يعني مين اللي مستثنى؟ ولا حد. زاغوا وفسدوا الجميع، واعوزهم مجد الله. خد اكتر من كده، ليس من يعمل صلاحا. اعمل كل الصلاح ده مش في نظر الله، ده في نظر الانسان. ليس ولا واحد. إذن يقول لك طب انت شعرفك بالكلام اللي انت بتقوله؟ عارف يعني ايه انت شعرفك بالكلام بتقوله؟ ما يمكن كلامك يطلع غلط. يعني ما فيش حاجة اسمها مطلق، كل حاجة نسبية. اللي انت ويا سيدي اللي انت بتصدق بيه انت صدق بيه، بس ما تجبروش عليا. هو كأنه بيقول لي انت ليس لك مطلق، كل شيء نسبي، لان ده ينطبق عليك لكن ما ينطبقش عليا. فما تقدرش تقول ان دي حاجه تنطبق على الناس. ما فيش حاجه اسمها اذن احب هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه. لا، ما فيش مطلقات. ما فيش حاجه اسمها ابديه وما فيش حاجه اسمها جهنم، دي كلها حاجات نسبيه في دماغك. لكن هنا يتحدث الكتاب المقدس بفم القديس يوحنا عن لاهوت الابن، التجسد، الميلاد العذراوي. أن المسيح
له كل المجد، جاء في عباءة البشرية في صورة الإنسان علشان يعمل إيه؟ عشان يعيش اللي الإنسان ما قدرش يعيشه، إنه يرضى الله. ولا واحد، مش لسه بنقول وليس ولا واحد؟ فجاء المسيح، احنا دايما نقول جاء المسيح ليموت عنا، ما تنساش ده، عاش بدلا عنا ومات بدلا عنا، يعني عاش اللي عيشه اللي ترضي الله اللي انا مش قادرها، ولا انت تقدري عليها ولا انت تقدر عليها، ومات الموت الذي كان يجب ان اموت وانا مات هو. هو ده اللي بنسميه البدليه، اللي بيحاول البعض ايضا في هذه الايام ان ينكرها. يقول لك لا، هو المسيح ما ماتش بدل عني، لا هو مات بس عشان يرفع خطاياي، ويقعد يشرحوا فيها بقى للأسف الشديد. لكن يوحنا يوضح لنا هذه الحقيقة، إنها حقيقة لاهوتية، نحتاج أن نعيش حياتنا نكرز ونبشر بعمل المسيح الكفاري، بمجيئه إلى عالمنا، خد صورة بشريتنا، اتحد بينا بالكامل في كل شيء، جرب مثلنا في ايه؟ كل شيء، اتخان واتهان وتعب وبكى، عانى كل ما عانيناه، جرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. ليه؟ قال عشان ياخد مكاننا. ما ينفعش ياخد مكانك واحد لا حاسس بيك ولا عايش زيك ولا دخل في ثوب البشرية، فما يعرفش متاعبك وآلامك ومشاعرك. لا، خد كل حاجة. عشان كده نحن لا نخشى ولا نخزى ولا نخبي أن المسيح كان إنسانا كاملا وهو على الأرض، أبى من أبى وشاء قبل من قبل، لأنه جزء من عمل المسيح أن يتحد بالناسوت، أن يتحد بإنسانيتنا، ويجرب ويتألم ويجرب في كل شيء نظيرنا تماما، جاع وعطش كل ما نجوز فيه. عشان كده لما أجيله واصرخ إليه وأقول له أنا متألم لأن في جرح جوايا، أنا متألم لأن صديق عزيز خني، أنا متألم لأني أشعر أن الأحباء تركوني، أنا متألم، لا، هيقول لي ما تخافش، أنا أقدر أمسح دمعتك لأني عانيت ما تعاني أنت أيضا منه الآن، عشان كده أقدر عينك، عشان كده أبص عليه وأقول له اللي يخفف عليا ويهون عليا حقيقة ما أعانيه إنك جزت في نفس الشيء قبلية وعارف المعنى. عشان كده لما أصرخ لك وأقول لك أعيني بتجيني على طول، لأنك حاسس بيا وشايف اللي أنا شايفه. عشان كده برضو يوحنا هو اللي قال في يوحنا واحد إنه المسيح الذي جاء وحل بيننا، حل بيننا، بقى في وسطينا زي خيمة الاجتماع في العهد القديم، حل كان يحل فيها الله في قدس الأقداس، هناك كان يتقابل مع رئيس الكهنة ويتكلم معه، وكان يرى الحضور والشكينة الإلهية. في العهد الجديد جاء المسيح، نزل في صورتنا وحل، ما بقتش خيمة وقدس أقداس وواحد يدخل ينقل عن الناس، لكن كلنا رأينا مجده مجدا، رأينا شفناه وشفنا مجده وبقى لينا علاقة معاه. إذن الميلاد ليست قصة أو أسطورة، بمعنى مش حكاية بقى بنحكيها ونديها من جيل لجيل ونورث قصص وبابا نويل والتشمني والغزال ومش عارف مين جاي ومين طالع وكل
الفهلاوة اللي ملهاش علاقة بحقيقة الميلاد. يعني تفرح شوية، لكن لازم نوطد الحق الكتابي حتى لا يدوب في مياه الفكر العالمي، وعلى مر السنين والأيام نجد أن موضوع الميلاد بدأ يتحلل حتى تختفي الصورة، وده بيحصل للأسف. حتى ناس كتيرة شفت مرة برنامج واحد ماسك ميكروفون وبيوقف ناس، وجاب بنات صغيرين وأولاد صغيرين في سن المراهقة. أنت عارف إيه سر، إيه قصة الاحتفال بالكريسماس؟ تسمع العجب. كل ما بص، كل ما ليس له علاقة بالمسيح. أنا بقيت قاعد أقول العيال دي ما سمعوش حاجة، ما عرفوش حاجة، ما شافوش حاجة، ما حدش قال لهم حاجة، واضح ما حدش حاجة. واللي يعرف ما بيقولش. والنهاردة بقينا عايشين في مجتمع مادي، مجتمع ينكر حضور الله بوجه عام، بصورة عامة. يساوم على كل شيء حتى أسس الإيمان المسيحي. لكن عايز أقول أن التجسد وعيد الميلاد لاهوت يجب أن نتمسك به، لأنه يعلن أن الله أخذ صورة إنسان ودخل إلى عالمنا. اللي اتولد مش الله، اللي اتولد المسيح الإنسان. لكن حل كامل اللاهوت في شخصه، الله ظهر في الجسد. كنت بتفرج على برنامج مسيحي وكانوا فاتحين فرصة للأسئلة، وطلع واحد من خلفية غير مسيحية وسأل اتنين اللي قاعدين المقدمة بتاعت البرنامج والضيف، بيقول لهم يعني انتوا بتقولوا عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، يعني عايزين تقولوا لي ان ربنا اللي خلق السماء والارض بقى محدود في هذا الجسد؟ ولقيت الاثنين ضربوا لخمة، ما عندهمش اجابة. هو احنا بنقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، يعني الله بقى محدود في هذا الجسد؟ لا، ده معناها ان فيه حل كل ملء اللاهوت جسديا، يعني كل ما يتسم به من سمات إلهية موجودة لكن غير محدود وغير مغلق عليه بهذه الكيفية. فهم خاطئ. لا يعني انه الجسد بقى بيحد الله، لا، كل سمات وخصائص وكل ما يتعلق بالذات الإلهية نجده في المسيح، لكنه هذا لا يعني ان ده صغر ربنا وبقى ربنا بس محدود الى هذا الحد. لا، الله لا يحد. الله لا يسكن زي ما بيقول سليمان في هياكل مصنوعة بالايادي. انت بتحد الله، ده انت عايز بفكرك تلم كل ما يتعلق بالله، فبتحد طريقة تفكيرك عن الله. لا، لكن عايزين ندرك أننا نعبد الله الحي الذي جاء إلى عالمنا في شبه جسدنا وصورتنا الترابية الأرضية، تنازل، الذي لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه عمل إيه؟ أخلى نفسه وخد الصورة دي. إذن نحن نتحدث عن هذا الإله الحي الذي لا زال موجود معنا يوم بعد يوم. مرة تانية، رسالة يوحنا الأولى إذا بيتكلم هنا عن اللاهوت. الوقت عمال يجري عليا، فهنقل للنقطة التانية هنا، لاهوت الابن. هنتقل إلى تاريخية الابن. احنا مش بنتكلم على أسطورة، مش بنتكلم على حاجة غير مثبتة تاريخيا. عملت تقارير وقرأت الكثير عن حقائق
بالكتاب المقدس وجدتها مطابقة في الموضوع اللي كنت بدرس فيه، كان يتعلق بمجيء المسيح، بصلب المسيح، بتحقيق النبوات، بقيامة المسيح. حاجات التاريخ يسردها بكل دقة. فإحنا مش بنفتي ومش بنقول أساطير للعيال وبنحكي لهم حكايات عشان لما يكبروا يفتكروها، لا، إحنا بنتكلم على حقائق لاهوتية موجودة في كلمة الله. الأسطورة تديك فكرة عامة، والأسطورة فكر إنساني مطلق خرافي خارج من خياله. لكن لما بنتكلم على حقيقة الابن الذي جاء إلى عالمنا وتجسد وأخذ شبه جسدنا وولد في مكان وضيع وعاش 3.5 سنين يخدم ويجول ويصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، إحنا مش بنتكلم على أسطورة، بنتكلم على حقائق تاريخية مثبتة تاريخيا ولها شهود عيان. في شهود عيان، ده اللي بيقوله لنا يوحنا، بيقول لنا يا جماعة أنا شفت وسمعت ولمست، أنا كنت موجود في هذا الوقت، أنا كنت قريب من هذه الشخصية التي غيرت مجرى التاريخ. احنا بنتكلم على حاجات حقائق وليست أساطير. الأسطورة كلها مشاعر وقصص، لكن عمرك شفت أسطورة تحكي أن مثلا المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 6 لما دخل السفينة وقال للتلاميذ يعبروا، وابتدى يقول الكتاب لما كانوا على بعد 25 غلوة يعني حوالي 3.5 ميل أو حاجة زي كده، ظنوا أنه خيال، ويبتدي يسرد تفاصيل دقيقة عن ما حدث. ده مش أسطورة، دي حقيقة. الشيء الثاني شهود، يعني لما بيتكلم في كورنثوس الأولى 15 عن قيامة المسيح ويقول أنه ظهر، حد فاكر؟ لصفا واللي كم واحد تاني؟ 500 واحد. هي دي لو القصة دي كلها أسطورة كانوا يكتبوا 50 سنة بعد حدوث ما حدث أثناء حياتهم وقبل ما يموتوا، طب كانوا يبقوا أغبياء جدا، أكبر أغبياء على وجه الأرض، عايزين يقدموا أسطورة سهل قوي إنها تتمسك. لكن ما عملوش كده. ليه؟ لأن هم ما استنوش لما جيل ده مات، ما استنوش لما بقى بعد 100 سنة وسجلوا عشان ما حدش يسمع، ولا لو سجلوا الحاجات اللي حصلت وسمعها الناس يقولك لا ده كلام كذب، ما حصلش ان حد كذب حاجة، وما حصلش ان هم استنوا 100 سنة علشان ما حدش يسمع عن اللي حصل. لكن دول كانوا عايشين وشافوا وسمعوا ولمسوا بإيديهم ويتحدثوا عن اختبار حقيقي. وكلكم عارفين ولا سيما في هذه البلاد أن أقوى دليل يمكنك أن تأخذه معك في ساحة القضاء أمام أي قاضي أن يبقى معك إيه؟ شاهد عيان. يكفي أوي. 2 خبطوا بعض بالعربية أيام الانشورنس، لما كنت عندي مكتب انشورنس كان اللي معاه شاهد هو اللي بيكسب، اللي معه الشاهد بيروح ورا الشمس. قال انت شفت حاجه؟ لا ما شفتش. لا ما تنفعش. انت شفت حاجه؟ اه. شفت ايه؟ حصل كذا وكذا وكذا. ده اللي يتخذ بيه. احنا بقى مش عندنا شاهد، ومش عندنا 2، ومش عندنا 12، ومش عندنا 15، ومش عندنا 20، عندنا اكتر من 500 اخ شافوا. اسطوره ايه اللي بتتكلم عليها؟ احنا بنتكلم على حقائق مثبته. عشان كده يقول لنا يوحنا المعمدان، يوحنا الحبيب الذي التلميذ الذي كان يحب يسوع، المقرب من يسوع، الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا. أنا مش بنتكلم على أسطورة، بنتكلم على حقائق من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت،
كيف أظهرت الحياة؟ بمجيء المسيح. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. وبيقول عنه كمان إنه النور الحقيقي الذي أتى إلى العالم. إذن هذا هو المسيح، النور الحقيقي، الحياة الذي جاء ليمنح الحياة لكل ميت. إذن أحبائي، الميلاد ليس قصة، الميلاد لاهوت لابد أن نكون قد استوعبناه إيمانيا وفهمناه تاريخيا وندرك أهميته وبركاته الكثيرة على حياتنا. عشان كده يقول لنا برضو يوحنا في رسالته الأولى 3:16 وهو بيتكلم على بهذا قد عرفنا المحبة. عايز تقول يا يوحنا؟ عايز أفهمكم إن ما كانش ممكن للإنسان البعيد عن الله أن يعرف في محدوديته وفي جسدانيته الله غير المنظور وغير المحسوس. ما كانش ممكن. ليه؟ لأن الإنسان محدود ما يقدرش. لكن هذا المحدود، هذا الإنسان الضعيف، الله لما أرسل ابنه أرسله في صورة الإنسان وخلاه نسخة، أعطى له كل ما للآب لكي يقدمه. من رآني فقد رأى الآب. شفنا إيه؟ شفنا المحبة. الله يبقى الله محبة. يعني من غير إعلان الابن ما كانش يمكننا أن نفهم حقيقة الله، لأن الله كائن روحي غير منظور. لكن بالتجسد تحول الكائن الروحي غير المنظور إلى كائن موجود منظور ممكن أن نتقابل معه. صار على الأرض، بدل ما كان مجرد صلاة حتى يجري الرب معجزة، قال لا، ده كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع 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 المتسلط عليهم إبليس. الحقيقة يا أحبائي، الميلاد ممكن نتكلم عليه في أعماقه لساعات طويلة، لكن أنا عايز أربط حاجة مهمة قبل أن أنهي حديثي، أن هناك علاقة مباشرة بين الكرازة وبين التجسد. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة. حد عارف الجزء الجاي بيقول ايه؟ كرز به بين الأمم. ما كانش ممكن تتم الكرازة، وما كانش ممكن يبقى في بشرة طيبة بغير التجسد، تجسد الابن. إذن التجسد يدفعنا لكي نكرز ونعرف الناس حقيقة من هو المسيح. تقدر تتكلم عنه؟ مش هتقدر تتكلم عنه لو انت مالكش الشركة معاه. لكن بص يوحنا يقول لنا ايه في الجزء اللي قريناه برضو، بيقول هذه الكلمات الخطيرة، بيقول فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. لا، انت شايف حاجة احنا مش شايفينها؟ شايف الابن، سمع الابن، رأى يد الابن وهي تمتد إلى البرص والعمي وإلى المرضى وإلى المنبوذين وإلى المطرودين والمطروحين على أسرة المرض. لكنه كان يقول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. هذا هو ما فعل المسيح، وأؤمن أن هذا هو ما يريدني ويريدك ويريدك المسيح أن تفعل، إنك تأخذ البشرة السارة، البشرة الطيبة، الرجاء
الأمل لعالم فقد الأمل وفقد الرجاء ولم يعد يرى إلا كل ما هو أسود وكل ما هو مؤلم وكل ما هو متعب لأنه لم يعرف المسيح. ودوري أنا ودورك أنت إن إحنا نقدم لهم المسيح الحي الذي اختبرناه. إحنا مش بنتكلم على موضوع، إحنا مش بنتكلم على فلسفة، إحنا مش بنتكلم على لاهوت وكلام يعني ما حدش فاهمه، إحنا بنتكلم على المسيح الذي دخل إلى القلب وغير الحياة وغير الاتجاهات وأعطى لكل ما نعيشه معنى جديد. هذا هو المسيح الذي رأينا مجده، الذي من ملئه، أنت مفلس هبعت لك المخزن، أنت محتاج نعمة خاصة ومن ملئه جميعا نحن أخذنا. أخذنا إيه؟ النعمة فوق نعمة. محتاج نعمة؟ محتاج نعمة. عايز قدرة جديدة تمكنك أن تفعل ما لا تستطيع أن تفعله بمجهولك؟ آه، هو النعمة ذاتها وهو مصدر النعمة، لأن النعمة والحق بيسوع المسيح صار. ومن ملئه، هو مليان إيه؟ نعمة وحق. نحن جميعا أخذنا، عشان ما حدش ينسى، ونعمة فوق نعمة. هذا هو المسيح الذي يصلي أننا نعيش أيام حياتنا في كل ما يرتب لنا الرب شهود له، نتحدث عنه، نعرف الناس عليه. لأنك يمكن لو أنت ما عرفتش الصديق أو الصديقة العزيزة أو العزيزة عليه، ما كلمتوش عن المسيح، ما يمكن ما يسمعوش من حد تاني، ما يمكن ما تبقاش في فرصة يسمع أو يرفض أن يسمع من أي حد تاني. لكن خلونا نقول مع بولس الرسول، إذ الضرورة موضوع عليا، دي ضرورة، ده مش اختيار، ده مش نشاط، ده مش حاجة اسمها مجهود بنعمله، ده مش جدول للخدمات، لا، دي ضرورة موضوع عليا. طب وبعدين؟ الفويل لي إن كنت لا أبشر. يا يعني دي ضرورة؟ يعني دي عمل ضروري أنت عايش عشانه. قالها الأخ نبيل بطرس الغالي، قال هو لو ما كانش الرب عايزنا نعيش نكرز به، طب ما كان بعد ما ادانا الخلاص وغير حياتنا ياخدنا ويريحنا من عالم التعب والأنين. ما لو سيبنا ليه؟ سيبنا لأن هناك دعوة لنا، لأن في حد ما حدش هيقدر يوصل له غيرك أنت، غيرك أنت، غيرك أنت، أنا ما ينفعش أوصله، وفي حد أنا أقدر أوصله ما ينفعش أنت توصل. ربنا حاطت كل واحد في مكانة معينة، عشان كده كرز به بين الأمم. حكي في هذه المناسبة، استغل الظروف وقدم المسيح المخلص الذي جاء ليعيش ما عجزنا أن نعيشه ويموت لكي لا نموت نحن، ولكل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. خلونا نصلي. نقف مع بعض واحنا بنقول ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، واحنا بنعلي ونعظم إلهنا. ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا يا علي،
وهنفضل نغني لك وهنعيد بمجيئك نرفع راية إنجيلك يا عجيب يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبد يا رئيس السلام يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبد أبدي يا رئيس السلام أنت الله المتجسد المسيح المتمجد والخليقة بتردد يا عجيب أنت مشتهى الأمم فيك الأمن والنعم فيك الحب والنغم يا عجيب يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبد يا رئيس السلام يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبد أبدي يا رئيس السلام يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبد أبدي يا رئيس السلام يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبد أبدي يا رئيس السلام. ثبت يا رب حقيقة ولب الميلاد والتجسد في قلوبنا وأعماقنا، ودينا نبقى شهود أمنا لولادنا أحفادنا اللي حوالينا إن إحنا ننقل ليهم الصورة الأمينة الحقيقية عن حقيقة ما فعلته نيابة عن كل واحد وواحدة فينا. أذكر يا رب كل ما سمعناه بالروح القدس، ثبت كلمتك في قلوبنا لكي تكون سبب بناء واقتراب إلى شخصك. صلي يا رب من أجل كل المتألمين وكل الحزانة وكل المجربين وكل من هم في مفترق طرق في قرارات صعبة. اذكر شعبك يا رب بكل احتياجاته في كل مكان. أعين الكل إياك تترجى يا رب في اسم المسيح يسوع. كمل كل ما نقص من طلباتنا، لا نسأل في شفاعة الابن الحبيب لك أيها الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. والقادر أن يحفظنا غير عاثرين ويوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له القدرة والمجد والكرامة، ونعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب شركة وتعزيات الروح القدس تكونوا معنا تدوم فينا من الآن وإلى الأبد آمين.